جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال يقول فيه: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له. وسؤالي هو: هل دعاء غير الابن ينفع الميت بعد موته؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الدعاء من المسلمين ينفع، سواء كانوا من الأبناء أو من غيرهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا عموم، فينفع الدعاء من المسلمين، ولكن الدعاء من الولد يكون أفضل، ولأنه من البر بالوالدين الدعاء من الولد يكون أفضل، وإلا فالدعاء من المسلمين نافع إن شاء الله. نعم.